أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، أعرب عن سعادته باحتضان المملكة الأردنية الهاشمية النسخة 10 من بطولة القتال الشجاع بريف لفنون القتال المختلطة للمحترفين، والتي سينظمها اتحاد القتال الشجاع المنبثق عن منظمة خالد بن حمد في 2 مارس القادم. جاء ذلك لدى استقبال سموه بمكتبه بقصر الوادي سعادة السيد رامي صالح سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين، حيث أشاد سموه برعاية ودعم جلالة عاهل البلاد المفدى لقطاع الشباب والرياضة، والذي انعكس على النتائج المشرفة التي حققتها المنتخبات الوطنية. وأكد سموه أن إقامة بطولة بريف في الأردن يأتي وفق رؤية سموه لتعزيز تواجد هذه البطولة في مختلف بلدان العالم ولنقل التجربة البحرينية وما حققتهم من نجاحات في النسخ الماضية، مقدرا سموه الجهود التي تبذلها الأردن في تسهيل إقامة هذه البطولة. من جانبه أكد سعادة السفير الأردني أن الأردن حريصة على أن تظهر بطولة بريف بصورة متميزة تتماشى مع تطلعات سموه لإبراز وإنجاح هذا الحدث الذي يعتبر نجاحا لكل الدول الخليجية والعربية، مثمنا الجهود الكبيرة لسمو الشيخ خالد في دعم الشباب والرياضة بمملكة البحرين.